اللهم انصر أهل غزة يا رب وثبتهم. بارك الله فيك دكتور عمرو، حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حضرتك يا شيخ، أنا اشتريت أجهزة بالتقسيط، واتفقت أنا والبايع على سعر الإجمالي يعني، واتفقنا على مدة الأقساط. بعد ما أنا خدت الحاجات الأجهزة من التاجر ده، هو طبع لي روشتة أو أسعار أغلى من الأسعار اللي أنا خدتها. حاليا أنا سددت السعر اللي اتفقنا عليه في الأول، وفي فرق 10,000 جنيه. هو مزودهم بعد ما اداني الاجهزه. وانا في وقتها لما قال لي ال 10,000 جنيه قلت له احنا ما اتفقناش على كده، فطبعا كانت اضطرارا ان انا الحاجه دي اخدتها خلاص، فقلت له ما فيش مشكله. لا عفوا، لا اتفضل. قف. الاتفاق قبل أن تستلم السلعة، قبل انفضاض، على إيه؟ على ماذا؟ كان على السعر اقل من 10,000 جنيه، وكان في ورق مطبوع بده يعني. طبع ورق مطبوع بكده، لكن بعد كده هو قبل التنفيذ ولا إيه؟ ولا متى رجع عليك بال10,000 جنيه الزائدة؟ هو زود الحاجات لما ورد لي الحاجة وقال لي ده سعرها بدأ هيزيد في السوق، وودي 10,000 جنيه على المجموع كله وانت وافقته أجهزة كاملة. وانت وافقته. أنا قلت له يعني في حاجات، قلت له إحنا ما اتفقناش على كده. فضل يعني كلام أخد وهات، وفي الآخر ما وصلناش يعني اتفاق جازم أنا هدفعه أو مش هدفعه. وهو طيب، حتى ساب الموضوع يعني، ما قالش لا انت هتدفع له، وانا ما قلتلوش لا انا هسدد لك. طب انا بسأل سؤال بس، يعني انتما اتفقتما على شيء وابرمتما العقد عليه، نعم. سلمت الفلوس ولا ما سلمته؟ سلمته اول قسط، سلمته 100,000 جنيه، وكان عليا 100,000 جنيه في 10 شهور. هو خلاهم بدل 200,000 210,000. ايوه، يعني انتما اتفقتما الان على سعر معين وسلمت انت 100,000، وبعد كده ال 100,000 ثانية مقسطة. جاء بعد أن انصرفت أنت وانفض المجلس وقال السلعة زايد 10,000 جنيه، أو في نفس المجلس قال السلعة زايد 10,000 جنيه؟ لا بعدها. بعد انفضاض المجلس. بعدها بشهر. لا، يبقى خلاص ليس له 10,000، لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الله يسلمك، جزاك الله خير. الله يسلمك.